ببرلين المغتربين أقاموا خيمة ودعوا فيها العائلات اللاجئة حديثا. خلينا نشوف التقرير التالي مع الزميل مكسيم العيسى. والتآخي من جهة ومشاعر الألم والحزن من جهة أخرى، اجتمع السوريون في برلين على مائدة إفطار جماعية تحت خيمة رمضانية صغيرة في لمة أهل، حيث قامت عائلات سورية مقيمة منذ مدة طويلة في برلين باستضافة عدد من العائلات السورية اللاجئة إلى ألمانيا مؤخرا كمبادرة منها لتخفيف معاناة الغربة عنهم. فكرة وتنظيم الخيمة الرمضانية كانت من قبل جمعية لين الإغاثية التي أرادت إعادة الأجواء الرمضانية للسوريين في بلاد الغربة، وأكدت من خلالها على تلاحم السوريين ووحدتهم. نظمنا هذا اللقاء اليوم بهدف جمع العائلات السورية المقيمة في برلين مع العائلات اللاجئة القادمة إلى برلين، بهدف خلق جو عائلي رمضاني حميم لهذه العائلات للتخفيف عنهم في آلام غربتهم، وكذلك لدمجهم في المجتمع الجديد دون أن يذوبوا به، ومن خلال تقديم النصح ونقل الخبرات لهم من السوريين الذين راكموا هذه الخبرات من خلال عقود في ألمانيا. العائلات السورية التي اجتمعت على مائدة الإفطار غمرتها مشاعر الفرح والسعادة، إذ أنها لم تجد نفسها وحيدة بل في أحضان إخوتهم وأبناء وطنهم متناسين عذاب الغربة. وحب أقدم رسالة لأهلنا في سوريا أن إحنا معاكم إن شاء الله حتى النصر، وآلامكم آلامنا، جراحكم جراحنا، والظروف اللي عم تمروا فيها احنا عم نعيشها لحظة بلحظة. وانا من حوالي اسبوعين كنت في سوريا، عشت مع اهلنا حوالي 3 اسابيع. الوضع صعب لكن الناس معنويات عالية، وهذا افرحني كتير. فكرة كتير حلوة، ويعني بتفيدنا نتعرف على عالم كتير، نحن هون جداد ولازم نتعرف على عالم. كمان بتعطينا، بترجعنا هيك جو رمضان اللي كنا عايشينه بسوريا، فقدناهم تعرف دول أجنبية ما فيها الشعور، فهلا هيك عم نحس بهذا الشعور كتير حلو يعني. حضور المرأة السورية كان لافتا، إذ بادرت بالتحضير لمائدة الإفطار وإعداد المأكولات والحلويات السورية وسط فرحة وبهجة الأطفال. نحن ببرلين عاملين مثل اشتراك، الأخوات كلهم طبخوا شغلات في بيتهم منشان نحتفل برمضان، نشعر بوجودنا، نشعر بأخواتنا اللي بسوريا. بنحب هون كمان نشعر بأجواء رمضان، وإنه نقدم شيء لأخواننا الموجودين هون بالخارج، ويا ريت كمان أهلينا اللي جوا كمان بالداخل يستشعروا هذا الشيء. صلاة التراويح والدعاء للأهل والأحبة في الوطن تلت مائدة الإفطار، لتبدأ بعدها حوارات ونقاشات حول وضع البلاد ومعاناة أهلهم في الداخل خلال شهر رمضان المبارك وأوضاع الثورة السورية، الثورة التي يجتمع كل السوريين تحت اسمها. مكسيم العيسى، أورينت نيوز، برلين. للحديث أكثر عن أجواء الخيمة خلي ينضم لنا هلأ مكسيم العيسى مراسلنا ببرلين. مساء الخير مكسيم. مساء الخير يا علا، يا ويلكم. يا ويلكم. مكسيم، تخبرنا أكثر عن التفاصيل يلي يمكن ما كانت موجودة بالتقرير عن هالخيمة السورية الرمضانية. طبعا الفكرة كانت من جمعية لين الإغاثية، وهي جمعية من أحد الجمعيات الأوائل يعني اللي انطلقت بعد الثورة السورية بنشاط ملحوظ ومكثف ما شاء الله عليهم، وهن يعني حاولوا يتواصلوا مع قدر منيح من العائلات السورية اللي التجأت مجددا لألمانيا بهدف يعني منحهم جو عائلي، جو رمضاني جديد. نعم. جو رمضاني مثل أجواء البلاد في رمضان، والحملة أجوا عائلات وصار في تعارف، والجمعية أبدت استعدادها لتقديم الدعم النفسي والدعم اللوجستي من نواحي الأوراق والترجمة، من ناحية مدارس الأطفال وهي الأمور اللوجستية، بالإضافة أنه أن الجمعية إلى نشاط ملحوظ في شهر رمضان المبارك، قدموا مشروع زكاة الفطر، قدموا مشروع السلة الرمضانية، وأرسلت للعام الثاني طبعا أرسلت دفعات جيدة من 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 مشروع السلة الرمضانية للداخل. يعني اللمة كانت كثير حلوة، كان متواجد تقريبا ما يقدر ب 200 شخص، يعني جو عائلي جميل، جو سوري جميل، ضم مكونات مختلفة من مكونات المجتمع السوري،
وكانت لمة رائعة. بتشكر مكسيم. كل جمعيتين على هذا المشروع. نعم مكسيم، مثل ما كنا عم نحكي من بداية الحلقة، الظروف خلقت شرخ بين السوري بالداخل وبالخارج. اللي وصلوا حديثا والتقوا معكم انتم السوريين موجودين من زمان، شو خبروكم وشو كانت ردود فعلهم؟ ممكن السؤال مرة ثانية يا علا لو سمحتي؟ كنت عم بسألك عن حديثنا اليوم، هو الشرخ الصغير اللي صاير بين الداخل والخارج، عن طريق السوريين اللي وصلوا حديثا، شو كانت ردود فعلهم، شو خبروكم؟ يعني طبعا في نعم مكسيم، يعني هو دائما في عتاب من الداخل، و مهما كان يعني السوريين المغتربين مقصرين مهما يعني جهودهم مشكوره بكل مجال، ولو انه جهود يعني مشكوره، ولكن يعني مطلوب افضل، مطلوب يعني تكون اللمه اكبر، يكون المجهود اكبر، تكون المواد الغذائيه، العمل في المجال الإغاثي اكبر. الناس اللي حضروا، الناس اللي اجوا من الداخل فعلا شعروا بشعور جميل لما شافوا اخوتهم عم يستقبلون على مائدة الأفطار، أطفالهم شافوا أطفال سوريين، يعني نعم بشكل عام يعني نتمنى من الجالية السورية بألمانيا أو بدول أوروبية أخرى تقديم يعني التكاتف والدعم للداخل بشكل أفضل. يعني نعم. يعني عندنا هون جمعيات لا جيدة وبمجهود متواضع، ما عم بيأثروا، ولكن المطلوب هو أكثر بكثير يعني. نعم مكسيم العيسى كنت معي من برلين، شكرا.